جرى ما جرى في كربلاء وعينها ترى ما جرى مما يذوب له الصخر. ماذا رأت يا سيد؟ قال لقد أبصرت جسم الحسين موزعا فجاءت بصبر دونه يعظم الصبر. رأته ونادت يا ابن أمي ووالدي لك القتل مكتوب ولي كتب الأسر. علي عزيز أن أسير مع العدا وتبقى بوادي الطاف يصهر كالحر. أخي إن في قلبي أسى لا أطيقه وقد ضاق مني في تحمله صدر. أخي إن سرى جسمي فقلبي بكربلاء. شوفوا هذا البيت يلخص معاناة العقيلة زينب. أخي إن سرى جسمي فقلبي بكربلاء مقيم إلى أن ينقضي مني العمر. خويا خويا لا تقول ما عندك مروة ولا تقول ضيعت. أنا مأخوذة يا حسين يا فرج الله اعذرني. شوف الشمر بيا صوت علمتوني تلوى. تقول حرق الخيم يا حسين ما خلى لنا حق وحريمكم ذوى قلبها فقد الارجاء. والله ما ظل النجلة الركوب ولا هودت عيني ولا ساعة من اللي يريدون نسافر يا بعد أهلي ونخلي هذا السفر. وين يا ابن أمي نلاقي؟ لا تقول خلتني العزيزة بغير تغسيل. لا تقول عني سافر وما ودعا شالا وخواتي ولا القبر. ما أنا يا ريتهم وياك بالبار ولا روح حسرام يسرافه